الجو اللي احنا عاملينه ده، الجو بتاع الاكاديميات، الاشتراك في دوري به حاجه كويسه جدا يعني، الحمد لله مع كابتن شطه وكابتن رامي وعملنا الموضوع الدوري به، نقينا من خلال 24 عندنا اكاديميه للنادي الاهلي الاولاد المميزين المواهب الموجوده، وبنمرنها يعني بنمرنها على قد ما نقدر، لان طبعا في ناس من الغردقه وفي من منصوره وفي من دمياط من على مستوى المحافظات، فطبعا عشان الولد يجي لنا مش هيعرف يجي يعني كل يوم، لان الدراسه والسفر والحاجات دي فمتعب بالنسبه له، فهي الحمد لله احنا قدرنا نجيب الاولاد المميزين بيلعبوا دوري به في المنطقه دي، مع زي البراعم بالظبط في النادي الاهلي بيلعبوا الف واحنا بنلعب به دوري البراعم، مع اشتراكهم في الدوري ده المستوى زاد، مستوى الولاد زاد لان التنافس بيبقى حلو، بيلعبوا اكاديميات كتيره او فرق كتيره على مستويات معينه، فبيلعب فرق كذا مستوى، فالولد بيزيد مستواه مع الاشتراك في المباريات، ده المقصود منها اللي هو الدوري بيها، ان احنا كل ما يلعبوا ماتشات اي زي اي لعيب من اللعيبه الكبار برضو في الفريق الاول، كل ما يشترك ويلعب ماتشات كتيره ويلعب احتكاك كتيره سواء في منتخب سواء مع فرق ومع افريقيا مع الحتت دي كلها المستوى بتاعه بيزيد، فده الغرض منه اللي احنا بنعمل مواهب الصغيرين دول بنكتشف فيهم المواهب الكويسة بيلعبوا الدوري بيجي الكابتن بدر برضو بيتفرج عليه وبيشوفوهم بيتابعوهم الأولاد الكويسة يصعدوا يتأيدوا فوق مع بتوع البراعم، ده الغرض من الأكاديمية.